يثير صراع الرئاسات الثلاث في تونس أزمة دستورية تهدد منظومة الحكم في البلاد بالشلل وتضعه على سكة أزمة سياسية غير مسبوقة. مشكلة بدت واضحة في أعقاب منح البرلمان الثقة لوزراء رشحهم رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي ورفض الرئيس قيس بن سعيد تولي بعض الوزراء مهامهم بدعوى وجود شبهات فساد عليهم، ما أثار نقاشات محتدمة بين خبراء القانون الدستوري بشأن هذه الخطوة التي قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي، لكنها تكشف بوضوح وفقا لخبراء قانونيين أن الدستور تعتريه ثغرات مهمة تحتاج إلى تعديلات عميقة ليس من السهل تنفيذها في ظل السجالات المتواصلة بين الرئاسات الثلاث. ولا يزال التونسيون يترقبون ما سيؤول إليه تلويح الرئيس قيس بن سعيد بعدم قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية على سير مؤسسات الدولة في ظل التوتر المستمر بين الرئاسة من جهة والبرلمان ورئاسة الحكومة من جهة أخرى وحالة الانقسام بين رأيين، الأول يؤكد أنه لا حق دستوري لرئيس الجمهورية برفض أداء الوزراء اليمين، والآخر على لسان الرئيس نفسه الذي قال إن إجراءات منح الثقة للحكومة بما فيها أداء اليمين شابه خرق دستوري. ويكمن المأزق في احتمال اعتراض سعيد ومن ثم ذهاب نواب البرلمان إلى تقديم شكوى ضد الرئيس لارتكابه خرقا للدستور، وهو ما يعني فرضية عزله، وهي خطوة لن تكون كافية من الناحية القانونية، كما أنها من اختصاص المحكمة الدستورية غير الموجودة حاليا. ومع غياب الحسم دستوريا يشير النظام الداخلي للبرلمان إلى وجوب منح الثقة للوزراء الجدد في التعديل الحكومي، وهو أمر جرى اتباعه من قبل عدة حكومات سابقة حتى تحول إلى عرف دستوري، لكن الرئيس سعيد عد هذا العرف قفزا على الدستور. ومن المحتمل أن تزيد الأزمة الدستورية من تعقيد الوضع في تونس التي شهدت احتجاجات عنيفة استمرت لأسبوعين في عدة مدن ضد الفقر والبطالة وسوء الوضع الاجتماعي، وتسببت باعتقال أكثر من 1000 شخص، وهي تحركات تواترت منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011.